هنقول له هنا كده others. هتلاقوا عندكم قطاع اسمه سي، بصوا شكله عامل ازاي، شكله عامل ازاي سي، وفي سي 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 اللي هو السي المشفة، شايفينها؟ تصرفش اللي اتكلم ماشي. وفي زد وزد زد، خلاص يبقى سي وسي سي وزد وزد زد. الفرق بين الاثنين ده بشفة وده من غير شفة. فانا هاخد القطاع اللي هو السي ده زي ما احنا شايفين كده، وابدا ادخل القطاعات الابعاد بتاعته، الارتفاع بتاعه 200، التخانه بتاعته هناخدها مثلا 2 مللي. تاني كلير بيم، دوست على دبل كليك، في حاجه هنا اسمها البروفايل اختارها كده، هنزل تحت خالص هلاقي قائمه كبيره اسمها اذرز. اذرز دي فيها السي والسي سي ماشي، والزد والزد زد. فانا اقول له السي سي ده 200 واخد التخانه بتاعته 2 مللي ماشي، وطول الشفه ديت هاخدها 25 مللي، وارتفاع القطاع من فوق هاخده 85. طيب طبعا انت شغال سوفت درو، فانت بيبقى عندك اللوحه جاي فيها الديزاين، فانت كل اللي عليك تعمله انك ايه؟ تدخل الابعاد اللي جالك في الديزاين وخلاص. هقول له ابلاي، حد يقدر يقول لي انا قلت له ابلاي ليه؟ عشان نحفظ القطاع ده يبقى عندنا على طول. مظبوط. وهبدا ارسم، هرسم اي نقطتين، بصوا هلقط اي نقطه كده اقول له هنا نيرست، اهو قايل له نيرست، واقول له هنا ايه؟ سناب تو جيومتري لاين عشان يلمس لي الخطوط ديت اهو، واروح نازل عمودي الناحيه الثانيه. عشان انزل عمودي يبقى لازم اقول له هنا اعلم على ايه؟ على بربنديكولار. اول ما يجيب لي علامه التعامد اهي، شايفينها؟ علامه التعامد اهي. ماشي؟ راح رسم لي ايه؟ راح رسم لي الكفر. تمام؟ ماشي؟ طيب بصوا هنلاقي حاجه، المفروض الكاميرا دي تبقى مايله مع ميل الايه؟ مع ميل الرافتر. طيب شايفين الاكس والواي ده؟ اسمه ايه؟ اسمه الورك بلين. ماشي؟ يعني الايه؟ الاحداثيات اللي انا برسم فيها. الاحداثيات اللي انا برسم فيها. ماشي؟ طيب انا ممكن اروح جاي كده دايس على العلامه دي، شايفينها؟ قلت لكم عليها المره اللي فاتت اعتقد، اللي هي سناب، اللي هي سات ورك بلان ماشي، تو بارت توب بلان اهو. اروح معلم كده واروح دايس على الايه؟ على الكاميرا اللي انا عاوزها. بص الورك بلان اللي حصل له، ايه اللي حصل له؟ راح جاي مع الكاميرا بالظبط محور اكس عد في سنتر الكاميرا، تمام؟ لو ضغطت بقى على الكاميرا ديت اللي انا كنت رسمتها دي دبل كليك باشمهندس، وقلت له هنا بوزيشن، هلاقي زاويه كده 5.71 اللي هي زاويه الميل ما بين الكاميرا دي والايه؟ والرافتر. لو خليتها بزيرو ايه اللي حصل؟ ماشي. طيب هلاقي هنا حاجه اسمها بيهايند او حاجه هنا اسمها توب، اخليها بيلو. لا ايوه احنا ايه كنا مظبوط الاول. هلاقي حاجه هنا اسمها بيهايند اخليها فرونت، الاقي الكاميرا ايه اللي حصل لها؟ صح كده ولا غلط؟ زي ما انا عاوزها بالظبط. طيب لو جيت على الايه؟ على الفيو عند جريد 1 هبص هنا الاقي ايه؟ هبص هنا الاقي الكاميرا ماشي؟ هروح واخدها كده كنترول ام
اهركها واحط لي اول كاميرا فين؟ نخلي بالنا، هل الراجل هيعرف يحطها والمسمار ده موجود؟ مش هيعرف. يبقى اروح واخدها كده واروح قايل له كنترول ام وموف تاني، واروح ماشي على نفس الميل. شايفين انا ماشي على نفس الميل اهو، واروح قايل له كام؟ وليكن مثلا 5 سنتي 50 مللي يعني. يبقى انا كده حطيت له ايه؟ حطيت له اول برلين. طب وانا ما ثبتت ازاي بقى؟ ما هنشوف دلوقتي. حطيت له اول برلين، نخليها مثلا نبعدها شويه برضو، المسافه لسه ضيقه، 5 سم دي ضيقه، فنخليها كام؟ نديها 25، يعني نخليها 75 مللي. بعد كده بقى المفروض بتتكرر على مسافه كل متر ونص البرلين، او طبقا للرسومات اللي بتبقى جايه لك. يبقى اخد ديت كده واروح قايل له سي كنترول سي، واروح قايل له ايه؟ ها؟ 1500. واخدين بالكم انا وقفت على الخط اللي انا عايز اعمل كوبي عليه اهو. بس انا عملت كوبي ازاي؟ كله ريلاكس. اخترت الحاجه الاول وبعدين قلت له سي او كنترول سي كنترول سي، واخترت نقطه، اي نقطه على الخط اللي انا عايز ايه احركها عليه، واخترت نقطه ثانيه على نفس الايه الامتداد، ورحت كاتب له 1500. راحت جايه لي هنا كده، لو علمت على دي كده وقلت له سي تاني، تمام، راح اعملها لي 1500 هنا. حد فاهم اللي انا عملته؟ انا عملت ايه؟ رحت مختار دي وقلت له سي، ورحت مختار نقطه فين؟ على اللي وراها. ايه؟ انت سالتني كل حصه بتسالني السؤال ده، كل محاضره بتسالني السؤال ده، ولا مش انت؟ مفيش اريه زي بتاعت الاوتوكاد. ماشي، وبصفه عامه الاريه بتاعت الاوتوكاد دي، انا راجل شغال مثلا بقالي 5 سنين اهو، تمام، او 6 سنين، ما بستخدمش الامر ده ومحدش بيستخدمه. ماشي، بس خلي بالك دلوقتي زميلكم عايز ينسخ البرلين دي كذا نسخه على الاتجاه المايل ده، ماشي، يبقى لازم محور اكس اللي انا هنسخ عليه، لازم محور اكس اللي انا هنسخ عليه يبقى على نفس الامتداد. ماشي، اخليه على نفس الامتداد ازاي؟ بالايكون دي اهي. يبقى انا كده ميلت محور اكس بحيث انه يبقى فين؟ يبقى معمل الخط. يبقى اقدر اعلم على دي كده واروح قايل له ايديت كوبي سبيشال لينير، ايديت كوبي سبيشال لينير. كوبي سبيشال لينير دي تحل محل ايه؟ تحل محل الاريج. بتبدا تدخله المسافه، اقول له 1500 في اتجاه الاكس، وتدخل له العدد وليكن مثلا هنجرب في 3، ماشي. خلي بالك المسافه هتبقى سالب 1500، عارفين ليه؟ عشان اكس ماله جاي كده، مظبوط. ده حلو، ده ينفع الري، ماشي، اهو ده زي شريط الري بتاع الايه؟ بتاع الاوتوكاد. ماشي، خدت واحدة كده واديها مثلا 2 سنتي، ماشي، يبقى البرلين بتاعتي مالها؟ اهي، مظبوط كده يا جماعة؟ فاهمين؟ البرلين صعبة ولا سهلة؟ طيب عايزين نعمل ميرور؟ عايزين نعمل ميرور بحيث ايه؟ نروح مرة واحدة ناقلين البرلين دي فين؟ الناحية التانية. ايه؟ لازم الاكس واي يبقى موازي للمستوى بتاعي، نعملها ازاي؟ شفت الناس اللي اشتغلوا عارفه هتعمل ايه؟ خلاص؟ اقول له سيت ورك بلان، ماشي.
ايش تظرف؟ ماشي يا جماعه. اه خلاص، خليت الاكس واي هو الايه الموجود في الفيو. هعلم على البيرلينز وراء له ايديت كوبي سبيشال ميرور. ايه اللي حصل؟ تمام يا شباب. تمام. عايزين بقى نشوف هنمسك البيرلين دي ازاي. ماشي، فهنعمل لها حاجه اسمها سيت انجل. خلاص، اروح جاي قايل له انا ايه كرييت بيم، واروح جاي هنا قايل له ال يعني انجل. ماشي، 60 في 60 في 6، انجل 60 في 60 في 6، واروح قايل له موديفاي ابلاي اوكي، واروح جاي. شايفين في نقطة انترسكشن اهي، النقطة ازاي نقطة الانترسكشن؟ حد يقدر يقول لي؟ اروح عامل سناب على الانترسكشن كده. ماشي؟ طيب انا عايز ميل الزاوية، يبقى ما اعمل الكاميرا اعمل ايه؟ كده يعني؟ طب ما هي صفر اصلا. بعملها 75 صح. خلاص، ماشي. او الف الكوردينيت سيستم، الف الاحداثيات. الف الاحداثيات ازاي؟ بالايقونه ديت كده، واروح مختار الكاميرا، هلاقي الاحداثيات لفت اهي. ماشي، بص يا باشمهندس، الاحداثيات الاول كانت عامله ازاي؟ كانت مع الفيو كده. ماشي، فلما كنت بقيس الزاويه هنا كانت بتطلع لي بصفر. طيب لما لفيت الاحداثيات خليتها مع الكاميرا، لما لفيت محور اكس خليته مع الكاميرا. لفيت محور اكس ده بقى، اه رحت قايل له هنا ايه الايقونه دي؟ سيت ورك بلان تو بارت توب بلان كده، راح لافف اهو. مظبوط، اخليها بصفر واقعد اظبط هنا كده. ماشي، العب الاول في الروتيشن، اقول له انا فرونت، اقول له مره توب توب. حلو. طيب انا عايز اجيبها الناحيه دي واجيبها الناحيه دي، اعمل لها موف ولا احركها من هنا؟ اسهل لي احركها من هنا، اقول له هنا بدل ما هي على الليفت خليها لي على الرايت كده، واقول له هنا بدل ما هي من على الميدل خليها على البيهايند. لا مش نفت على البيهايند، يبقى اقول له خليها على الفرونت. تمام، مظبوط كده، مظبوط. ماشي يا شباب، كلام جميل. طيب ده هيتمسك مع ده بالحياب، صح ولا غلط؟ يبقى ده هيتمسك مع ده بايه؟ بالحياب. وده هيتمسك مع ده بايه؟ بمسامير. خلاص طيب، يبقى ده لازم يبقى مع ده في نفس الاسمبلي ولا لا؟ اخليه في نفس الاسمبلي ازاي؟ ها؟ ادوس عليه كليك يمين اختاره، وادوس عليه كليك يمين، بس لازم قبل ما اختاره عشان ما تتلخبطوش في البيت، خليكم معايا، لازم قبل ما اختاره اكون قايل له هنا ايه؟ سيلكت اوبجكت ان اسمبلي، مش سيلكت اسمبلي، عشان لو قلت له سيلكت اسمبلي هيختار لي دي، هيعتبر دي على انها اسمبلي لوحدها. فانا اقول له سيلكت بارت ان اسمبلي، اروح قايل له اد تو اسمبلي. تمام، بص بقى لما اختار اسمبلي كده، بص ايه اللي حصل؟ اصبح ده ماله؟ ملحوم مع الكاميرا زي ما احنا شايفين كده. تمام، عايزين بقى نعمل المسامير. ادي القائمه بتاعت المسامير اسمها كرييت بولت، هدوس عليها دبل كليك. زي ما اتفقنا احنا بناخد مواصفه المسمار 8.8 اكس او اكس دي، مقاس المسمار بتاع البرلين دايما بيبقى 12 مللي. تمام، واروح قايله كده ابلاي اوكي، وابدا ارسم. خلي بالك بقى انا برسم المسامير ازاي.
اول حاجه بيطلب مني احدد له الحاجتين اللي انا همسمرهم في بعض. ايه هما الحاجتين دول؟ ها؟ الزاويه والبرل. طيب خلاص انا اخترت الحاجات اللي همسمرها في بعض، اقدر اختار له لغايه 10 حاجات. يعني اقدر اختار كذا حاجه كمان اكتر من كده. بعد كده اروح دايس على الماوس على الزرار اللي في النص، الكليك اللي في النص. اهو. بيبدا يختار لي نقطتين انسب بيهم المسامير بتاعتي. بيطلب مني ان انا احط له نقطتين انسب بيهم المسامير بتاعتي. فانا اختار له النقطه اللي في سنتر الخط ده والنقطه اللي في سنتر الخط ده. شفت المسمار؟ مش جاي مظبوط. يبقى مطلوب ايه؟ اعمل له روتيشن. فين الروتيشن؟ اهي. اقول له في التوب مره ونبص كده اهو. ماشي؟ ماشي. طيب انا هنا المفروض هشبك البرلين دي بمسمارين. المفروض المسمارين دول هيتوزعوا على الانجل دي. صح ولا غلط؟ يبقى الاول محتاج اعرف طول الانجل. بصوا في هنا امر اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ميجر ديستانس. المفروض تقعد في البيت تمسك الفيديو وتطلع الاوامر اللي انا بكتبها دي كده وانت بتذاكر في البيت البرنامج. تمام؟ ميجر ديستانس وهقيس من النقطه دي للنقطه دي. هتظهر لي المسافه تحت هنا كام؟ 150 ايه؟ شايفينها؟ مش باينه. 150 مللي. تمام؟ طيب يبقى انا هعمل 50 الاول. هعمل 50 الاول. تمام؟ و50 في النص و50 في الاخر. طيب ال 50 اللي في الاول دي بجيبها منين؟ بجيبها منين ال 50 اللي في الاول؟ اهي الاوفست في اتجاه اكس ده. اقول له انا اوفست في اتجاه اكس واروح قايل له كام؟ 50. اهو شفت المسمار شكله اتظبط على طول اول ما ايه؟ ما لقط الحاجتين اللي هو هيمسك فيهم كاملين. بعد كده اروح قايل له على مسافه 50 في اتجاه اكس احط لي مسمار تاني. مظبوط؟ ماشي؟ تمام؟ اعملها لكم تاني ولا سهله؟ حد عايز نعملها له تاني؟ هعملها لك تاني. هاخد الانجل كوبي اهي اقول له كنترول سي واروح ماسكها من النقطه دي كده حاططها فين؟ مظبوط؟ وعملت اسمبلي برضه مع ال مع الايه؟ مع الدكتور يعني ولا عامله اسمبلي الجديده اللي انا عملت لها كوبي؟ اه طب ممكن تختارهم كلهم وتعملهم مره. ماشي هنفترض بص يا باشمهندس ان انا رحت مدلت المسامير دي. يلا عايزين نعمل مسامير نعمل ايه؟ هروح داخل دايس على المسمار دبل كليك واروح مختار قطر المسمار اللي هو 12 مللي ومواصفه المسمار اللي هي 8.8 من 10 اكس او اكس دي. خلاص واروح قايل له ايه؟ اوكي. اختار الجزء اللي انا عايز امسمره في الاول اللي هو ايه؟ الزاويه. وبعدين الجزء الثاني اللي انا عايز امسمر فيه اللي هو الايه؟ البرل. وبعدين ادوس على الكليك اللي هو الشمال ولا اليمين ولا اللي في النص؟ اللي في النص. واختار النقطه النقطتين اللي انسب بيهم المسامير. اقول له النقطه دي والنقطه دي. طلع لي المسمار كده. هل الوضع بتاعه كده طبيعي؟ مش طبيعي. يبقى اروح ضاغط اروح ضاغط عليه دبل كليك. ماشي؟ واروح قايل له هنا خده على التوب بدل ما هو على الفرونت في الروتيشن راح لفف لي كده. طيب عايز احركه الاول مسافه مبدئيه. كام؟ 50. المسافه المبدئيه بتيجي منين؟ من دي اكس دي. اهو. وبعدين عايز احط مسمار تاني على مسافه 50 يبقى بقول له هقول له بولت ديستانس اكس هروح حاطط فيها كام؟ 50. تمام كده؟ بكل بساطه هتروح واخد ده كوبي كده ونقله على كل البرلينز.
نبص كده. بصوا يا شباب، كلام مظبوط، سهله الدنيا، اسهل برنامج تتعلمه، اسهل من الاوتوكاد على فكره. تمام، تعبان ولا ايه؟ صوم ولا ايه؟ ماشي، ممكن ندوس البريزنج شويه. ماشي يا جماعه، هنخلي الاكس واي كده. حد يقدر يقول لي انا خليت الاكس واي كده ليه؟ عشان عايز اعمل ميرور. عشان اعمل ميرور يبقى لازم الفيو يبقى الاكس واي في كده، يبقى الاكس والواي في وش كده. هختار البيرلينز كلها الاول كده، واروح قايل له هنا ايه؟ اتو اسمبلي مره واحده كده كلهم على بعض. بص بقى، يبقى الاسمبلي هتجيلك من المصنع عامله ازاي؟ كاميرا متلحم فيها الهنش، ومتلحم فيها البليت، ماشي، ومتلحم فيها الزوايا الموجوده، والزوايا دي كمان مش كده وبس، لا ده الزوايا دي كمان هتبقى متخرمه. يعني اللوحه لما تطلع لنا هتطلع لنا الزاويه، لوحه الزاويه دي وهي فيها الايه؟ الهول بتاع المسمار. ماشي، ممكن بكل بساطه ادلب دي كده الاسمبلي دي. احنا خلاص احنا كنا شرحنا الكونكشن اللي هي ديت، فاكرين في الاخر؟ ماشي، فاكرينها دي؟ قلت لكم في الاخر كده على عجاله، بس ما ظبطناش المسامير بتاعتها. فتعالوا كده مع بعض نظبط المسامير بتاعت الكونكشن دي. الكونكشن دي المفروض بيبقى فيها بروز هنا كده، وبيبقى فيه مسامير، مظبوط؟ هنضغط دبل كليك كده ونشوف. هبدا احط له المسافات، احط له فوق 80، مظبوط كده؟ واحط له تحت 20 ولا 10، 20 مثلا. اقول له الاند بليد ده 8 مللي، 20 مللي. خلوا بالكم عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل لما انا بغير البارامترز دي، ركزوا معايا. بصوا اللي حصل، الثيكنس بتاعت البليد ده ايه؟ اتغيرت. طيب العرض بتاعه، تاخد العرض بتاعه 160، ماشي. في اديشنال ستيفنرز، الاستيفنرز دي كلها ممكن تدخلها. اول ما بتدخل التخانه بتظهر لك على طول فين؟ في الرسمه اللي هي التوب ستيفنر دي، ماشي. طيب الطول بتاعها هناخده 80، هي ماشي. في حاجة اسمها كاب بليت، ماشي، مش مهم. أهم حاجة اللي هي الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها ديت، تمام كده. هنظبط بقى المسامير. في الأول الهونش أهوت، مش بتدخل له الطول بتاع الهونش منين؟ من هنا كده، من اللي هي الأبعاد ديت اللي موجودة قدامك ديت. تقول له هنا هونش بارامتر وليكن إيه؟ وليكن ال واحد. تقول له مثلا طوله كام؟ طوله 2 متر، يبقى 2000. تلاقي طول الهنش ده بقى كام؟ بقى 2000. هتلاقي طول الهنش بقى 2000، تمام؟ هنخش هنا على البولتس المسامير.
اختار مواصفة المسمار 8.8 اكس او اكس، واختار قطر المسمار وليكن 16 مللي، وهبدأ احط له، هبدأ احط له الايه؟ المسامير. هقول له هنا اول مسمار على مسافة 40، ماشي؟ اهو اول مسمار اتحط كده. بعد كده هروح قايل له صفين مسامير، عايز صفين مسامير على مسافة 90، هتلاقي حاطط لي هنا مسمارين. عاوز مسمار كمان على مسافة 100، يبقى اروح قايل له انا الثلاث صفوف مسامير، انا واحد على مسافة 90 وواحد على مسافة ايه؟ 100. انت معايا ولا مش معايا؟ تتكلموا ليه؟ طيب منو؟ هنحرك؟ ما دي فايدة تكل بقى. بصوا انا هنا عملت ايه؟ لما عدلت في الكوليكشن اكتشفنا ايه هنا؟ واخدين بالكم؟ تداخل. بناء على هذا التداخل هنروح محركين البرلين دي لجوه شوية، خلاص؟ يبقى كده لو انت عملت الموديل مظبوط مستحيل تحصل غلطة في التصميم. عارفين زمان بقى كانوا يمسكوا اللوحه بتاعه التصميم ويقعد يشتغل بالاوتوكاد، يتخيل في دماغه ويرسم، يتخيل في دماغه ويرسم، يتخيل في دماغه ويرسم، لذلك كانت بتحصل كوارث في الايه؟ في التصميم. تمام؟ هدوس الاول على الكونكشن واروح قايل له ابلاي. حد يقدر يقول لي انا دوست ابلاي ليه؟ عشان شاطر. رقمها كام الكونكشن دي؟ رقمها 40. اقول له هنا كنترول اف يا جماعه، اقول له كنترول اف، وبعدين ابحث على الكونكشن اللي هي 40، الاقيها هي. بيقول لي اختار المنبر، اختار العمود، يقول لي اختار السكندري بارت، اختار الكاميرا، تروح الكونكشن ايه؟ محطوطه لي اوتوماتيك. هدوس كده كنترول بي. بص انا هعمل ايه بقى؟ هروح مختار دي اهم اللي فيهم التداخل دول، واروح واخدها الاول كنترول ام من هنا لغايه اول الاستفنا، وبعدين اروح واخدها كنترول ام تاني من اول استفنا المسافة مقدارها 20 مللي، هلاقيها ايه؟ بارد بالشكل ده. بص بقى انا هعمل ايه الناحيه الثانيه؟ بص انا هعمل ايه الناحيه الثانيه؟ هروح مدلف الايه؟ الاسمبلي دي خالص. قبل ما دلتها نروح داخلين ضاغطين هنا ابلاي عشان احتفظ بالايه؟ بالخصائص بتاعت الكونكشن. واروح مختار، واروح مختار الاسمبلي دي مع البرلين دي، واروح قايل له ايديت كوبي سبيشال ميرور. مظبوط؟ عشان ايه؟ بدل ما اقعد اعدي في الناحيه الثانيه كمان يبقى هو ايه؟ تعديله واحده وخلاص. هقول له كنترول اف واختار الكونكشن اللي هي 104 اللي انا كنت احتفظت بالنتائج بتاعتها، فاكرينها؟ 106 ولا 104؟ 104. لا ايه 106. ماشي تمام تمام تمام. Thank you.
بيبقى عندي بيرلين فين تاني؟ بيبقى عندي بيرلين فين تاني؟ في الجنب هنا. بص انا هعمل ايه؟ بص يا شباب، بيبقى عندي بيرلين في الجنب هنا، فانا هعمل ايه؟ بدل ما اقعد اظبط بيرلين من جديد وارسم، هروح واخد دي كوبي كده حاططها فين؟ حد يقدر يقول لي انا اقدر اظبطها ازاي؟ ايه؟ هروح واخد مميل المحاور كده مع دي مع الكاميرا، وبعدين ادوس عليها دبل كليك كده، هلاقيها انطبقت كده. هل الوضع ده طبيعي؟ مش طبيعي. اروح اعمل ايه؟ ماشي، ده كويس، واخليها هنا بدل ميدل. ماشي ماشي يا شباب. وراح قايل له ام موف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا شباب؟ ماشي خلصت كلام؟ نكمل؟ ظبطنا السايد جيرت اهو، وهناخد المسامير هي كمان. ابلاي، اقول له ابلاي عشان التقط نفس الخصائص بتاعتها، وابدا ارسم المسامير هنا تاني اهو. اختار ده الاول وبعدين ده. ماشي بنفس طريقه التظبيط. امشي ولا ايه؟ نصه نصه. هو ده مش حر الاختيار في الاماكن، يعني كان ليها لحام مع البرلين. مش ينفع تتلحم مع البرلين. بصوا يا جماعه، القطاعات اللي هي كولد فورمت سيكشن اللي هي بتبقى ملي او ملي ونص او 2 ملي، اول ما بتقرب لمضه اللحام منها خلاص، يبقى مش ينفع الحم فيها البرلين. لازم دي لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى مسامير. ماشي، فاختار دي واختار دي كده، واروح قايل له كوبي، واختار اللي تحت كده، واروح قايل له 1500. ماشي، ممكن نعمل كوبي لينير زي ما زميلكم كان سالني المره اللي فاتت. تمام، واول باكيه دي بتبقى مباني، اول باكيه او اخر باكيه دي بتبقى مباني، ويبقى الجزء ده كده مبني بالطوب. تمام،
ايه؟ مش فرقت. بص يعني في ناس بتحب، بص يا جماعه تلفها كده، بس خلي بالك الحته دي في الغالب بيبقى فيها شباك، يعني على ارتفاع 2 متر دي بيبقى فيه شباك، فعشان انيم الشباك على حاجه مش ينفع انيمه على الوش المفتوح ده، مظبوط؟ فكده كده ايه؟ تحطها كده. وبعدين انت لو عندك مباني هنا مش هتعاكس دي في حاجه، مش هتعاكس ان الفتحه اللي تحت في حاجه، بس مش غلط يعني، لو خليناها مقلوبه او يعني خليناها كده او كده الاثنين ايه؟ الاثنين صح. مش هناخد ده كده كوبي ميرور، لازم الاول نعمل ايه قبل ما نعمل ميرور؟ هختار الزوايا ديت، ادي كده ادي كده، واحد واحد من الاكاديم وقعد معاهم وكلهم مشوار ايه، كلهم قالوا بعد العيد احنا في رمضان مش هنشتغل واحنا هنكفي على كده، وبعد العيد هو حتى اداني الاسم اهو، اسم واحد. ماشي يا شباب خلاص. كانوا ساكتين قبل ما تيجي. كانوا ما افتحوش بقهم. ماشي، يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ عملنا الايه؟ عملنا البرلين اهي. ناقص اضيف دي للاسمبلي هنا. نعمل ايه؟ باشمهندس نعمل ايه؟ انت ايوه بيبص وراك انت. عايزين نضيف دي للاسمبلي بتاعت العمود دي. ها؟ باشمهندس اللي كلمك هو فين؟ تعالى هنا كده؟ اطلع بالكرسي قدام شويه. نعمل ايه بقى؟ فين؟ مفيش قايمة اسمها السمبلي. بص يا باشمهندس عشان ما تنساهاش بقى كده، ان شاء الله مش هتنساها ان شاء الله. ايه بقى؟ تختار الحاجه كده اللي انت عايز تضيفها. اختار دي. ده كنترول عشان اختار كذا حاجه. واقول له كليك يمين واقول له اد تو اسمبلي. هو يعني اسمبلي؟ اسمبلي يعني حاجه هتيجي من المصنع متلحمه في بعضها. يعني كده هتخلي ال معظم الناس مش عايزين ال بولا افرق معاك. ماشي يا جماعة، يلا بقى عشان نخلص، عشان نخلص خلاص. يبقى احنا عرفنا ازاي بنضيف الاسم. لا حددنا بعد حددناه خلاص وقلنا اهي حددنا كده ورحنا قايلين له ايه؟ اد تو اسمبلي. نفس الكلام الناحية التانية اهو، نحدد تمام. شايفين كده اصبح الفريم ماله كومبليت متكامل تمام. طيب احنا كنا شغالين على الفريم ده، ما عدناش محتاجين الفريم ده، انا كنت عامله بس عشان ارسم عليه البرلين خلاص، فاحذفه، احذف الفريم ده واخده كامل احطه مكانه.
يعني الحاجه اللي هتطلع لحام كتلة على بعضيها اسمها اسمبلي. يعني هي ما بتاثرش في حاجه، بس ما هي بس بتخليهم كتلة يعني في اللوحة، عشان لما تطلع في اللوحه تطلع في اللوحه في لوحه واحده. يعني بص شايف العمود ده؟ اه العمود ده، العمود ده بترسم له لوحه اسمها اسمبلي، بيظهر فيها الاستخمار دي. ماشي استخمر يعني الاسمبل شويه حاجات بتجمعها مع بعضيها. لو انا ما ضفتش استخمر الاسمبل مش هتظهر، لو ضفتها يبقى كده تظهر معاك يا عم. مظبوط. ايه؟ فاضل لنا اربع حصص. بصوا اول اسبوع في رمضان بيبقى اصعب اسبوع في رمضان. خلاص؟ لا يعني على الاقل خلاص ناخد العادي، ناخد الحصتين بتوعنا. تمام؟ يعني بص احنا كده كده ميعادنا الجاي امتى؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء هنقعد يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 12 ونص ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. خلاص؟ بكره بعدين بقى بعد الحصه. ماشي يا شباب. ماشي هناخد البرلين كوبي كمان. ماشي نخلي بالنا من حاجه بقى، عشان نبقى قفلنا البرلين كده ان شاء الله تبقى كده البرلين ايه خلصناه خالص. هنخلي بالنا من حاجه باشمهندس ايه، انا بيبقى عندي الفريم ده فريم في النص، فبيبقى جاي عليه برلين من الناحيه دي وجاي عليه برلين منين؟ من الناحيه الثانيه. خلاص يبقى لازم البرلين دي كده اروح ماسكها ومرحلها اهو كده، اروح ماسك نقطه البدايه، شايفين عملت ايه؟ مسكت نقطه البدايه واروح قايل له موف ام لغايه نص الكاميرا. تمام؟ بحيث لما البرلين الثانيه تيجي تغطي الايه؟ تغطي المسافه كلها. يعني ايه جنب بعض؟ يعني بيتحط كده ولا بيبقى واحده جنبها مشتته شويه شويه قوي؟ يبقى نص سنتي مثلا. تمام؟ بس مش هنعملها في الرسمه. خلاص. اهو. حد ذكي كده يعني شغال يقدر يقول له طريقه ثانيه نعمل بيها الشغلانه دي؟ بص الامر ده في امر اسمه سبليت. اديت سبليت. ممكن اروح قايل له اختار لي الكاميرا واقطعها لي هنا. راح اعمل ايه؟ ماشي؟ اديت سبليت اهو. كده واروح اقطعه اقول له اقطعه لي هنا عند السنتر. لا الاثنين يشتغلوا. مش ممكن الخلايا تبقى باينه من الناحيه الثانيه بقى. ماشي ما انا هاخدها كوبي. لا ده مش كان باظ. لما اعمل موف الكاميرا ترجع ورا في النص دوت. لما من ورا في الناحيه الثانيه تبقى تطلع بره في النص مش لازمه يعني. ما هظبطها. امسح من الناحيه الثانيه بقى. Это сейчас мы на
ماشي. ده اللي اتنقوا كده يا جماعة، طيارنا حتة هقول لك دلوقتي، هتبان لك دلوقتي في ايه؟ في فرق بين الحتة 12 و 16 فروقات طفيفة يعني. ايه؟ يعني حاجات بسيطه، هل الاوامر المحدده بتعملها هي يعني؟ اه بس هتقعد تدور بقى في القوائم وبتاع وكده. مختلفين يعني؟ لا مش مختلفين. لما خفيف والله. تعالى 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 بس تظرف ماشي. نفس الكلام هنعمله هنا اهو، ايديت سبليت تمام، او ممكن نشتغلها بالطريقه الثانيه اللي قلت لكم عليها. بصوا هنعمل ايه، نختار كده ونختار كده ونختار دي، وبعدين ندوس الت، راح نختار الايه الثلاث نقط، اروح قايل له ام من هنا لغاية لغاية هنا. بس كده باشمهندس المسمار بقى ماسك فيها والتاني صح؟ هنظبطه اهو نفس الكلام، نختار هنا كده. ماشي يا شباب، ظبطت اهيت. طيب المفروض ايه؟ المفروض ان هيبقى عندي كمرتين الناحيه الثانيه اهمت، ناخد البيرلينز كلها كده. لو قلت له كنترول بي بحول ال2 دي لل3 دي، اخد كوبي كده كده. انا عملت ايه؟ مش منظبط. مش انا عملت ده ليه؟ عشان في واحده هتدخل من الناحيه دي وواحده هتدخل من الناحيه دي. ماشي. هنيجي نظبط المسامير بكل بساطه. انا المفروض هيبقى عندي كام مسمار؟ اربعه، اثنين ماسكين البرلين دي واثنين ماسكين البرلين دي. طيب اربع مسامير، هنحط المسافه بين كل مسمار ومسمار 5 سم، يبقى اربع مسافات في 5 بكام؟ 5 سم كتير؟ 40 40 مللي، ده المفروض 36 مللي، خليها 5 سم مش مشكله. يبقى كام؟ يبقى 200. يبقى عايزين ايه؟ عايزين 200. هي دي طولها كام؟ هديكم امر جديد دلوقتي كله يركز معايا. دي طولها 150. مش عايزين نطولها، لازم اشد النقط البدايه والنهايه؟ لا، في طريقه سهله جدا. اروح جاي قايل له هنا زود لي سالب 25 و25 تمام؟ مظبوط كده؟
طيب اعمل دي ازاي في كل البرلينز مره واحده؟ اروح دايس دبل كليك واختار البرلين الباقيه اهو وكنترول بامر كنترول وراح قايله موديفاي. بصوا اللي حصل كله ايه؟ كله بقى 200 بس ما هم الاربع مسامير بيبقى بينهم ثلاث مسافات 150 والمسافه الرابعه نصها الناحيه دي ونصها الناحيه دي. هندلت المسامير طبعا مش عاوزينها. ماشي تمام. هنبدا بقى نحط المسامير يا جماعه اهي. نختار هنا وبعدين هنا اختار النقطه دي والنقطه دي اللي هي النقطه اللي بنسب بيها المسامير. خلي بالك الوضع بتاع المسامير ماله مش مظبوط. انا عايز المسامير تبقى مع نفس ميل الكاميرا دي. يبقى الف الكوردينيت سيستم مع كاميرا البرلين واضغط كده دبل كليك واخلي الزاويه دي زيرو. تلاقي المسامير ايه؟ اتظبطت ولفت اهي. طيب المسامير اول مسافه كام؟ 25 وبعدين المسافه في 50. نبص كده صح كده؟ مش نفس الكلام هعمله من الناحيه الثانيه اهو. اختار ده وبعدين اختار ده ومن هنا لهنا تمام. مش فرقت الصامولة الناحيه دي ولا راس المسمار الناحيه دي ما بتفرقش في حاجه. خلاص مش هتفرق معاك في اللوحه في حاجه. لو عايز تعدلها تروح جاي كده وقايله لفهم لي 180 درجه تمام. في حركه كويسه في التكله انك ممكن تتعلم على المسامير كده وتروح قايله كنترول سي يروح ايه اوتوماتيك هو محدد الحاجات اللي راكبه مع بعضها وحاطط المسامير. كده سهله يا جماعه. تمام انا مش تمام. طيب حد عنده اي سؤال؟ طيب انا هقعد معاكم دلوقتي الساعه كام؟ هقعد معاكم ربع ساعه لان عنده مشكله في التسطيب.